سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كي داير أموركم؟ عرفتوا اليوم كاين واحد الجو ديال الخمول، الجو ديال ما تحركيتي بلاصة غير بحال الغمام، وأنا مفرشة بلاصتي وجالسة حدا بنتي كتلعب حدايا. المهم مشيت فين اليوم؟ ما كاينش، قلت غنرتاح واحد شويه، قلت في الدار. عرفتي شنو كنت دايره البارح؟ غنقول الصباح غنمشي لبوزنيقه، غنديماري وغنمشي لبوزنيقه عند داك السيد دار التوب اللي كنت خديت من عنده الصالون. كنت باغا نشوف التوب واللوين وداك الشيء اللي غندير للصالون اللي غناكل فيه ديال الماكله، كيما شفتوا داك الصالون اللي كاديتو وزوقتو ودرتو هذاك الشيء، داك خليته ابار، ماشي يعني ماشي ديال الاستعمال كما كنقولوا اليومي ديال الماكله وداك الشيء، لا بغيت ندير الصالون صغير تما بلدي. هو ماشي بلدي غنديرو، بلدي رومي. المهم مني غنحطو غنوريكم. المهم داكشي اللي حاطاه في بالي انا راه هو اللي كنمشي كنقولو لمول الصالون هو كيديرو ليا. المهم انا كنبغي شي حاجه دائما سامبل، حيت دابا مني تفرشي سامبل تطلع، ما كنبغيش انا الموضه اللي خارجه دابا حاليا ولا العود اللي خارج حاليا ولا اي حاجه فيها الموضه خارجه حاليا، ما كنبغيش نديرها. كنبغي الاشياء اللي انا كنديرها ببالي، كنبغي شي لوين بارد، نبغي ناخذ عود سامبل، ما كنبغيش هكاك. انا ذوق ديالي هو هكاك، حتى الا مشيت غبت على الدار عامين ولا مهم ما كيديموندش داك الشيء، كيبقى سامبل. حاجه ديال السامبل كتبقى، لا سواء في الاصلاح لا سواء في بغيتو ديروا شي حاجه، دائما من الاحسن ان انا كنقول لكم. والناس الاذواقين اللي كيبغي البلدي كيبغي يدير داك الشيء بلدي، حيت الناس كتختلف. المهم بغيت نشارك معكم اول حاجه شنو وصلني اليوم يا اختي ديال الزين والجمال وداك الشيء، بغينا نزيزو زعما كاين. هانتوما ندور لكم بلاتي. المهم هادي راه طلبيه كنت طلبتها ديال العدسات. عرفتو شنو؟ شوف الواحد كيتشهى بعد مرات. انا العدسات ما كتشوفوني كنديرهمش بزاف، كنت كنتصفح في الانستغرام وندور نشوف، شفت البنيات دايرين العدسات وداك الشيء وعجبوني شي لوينات. المهم انا اختاريت واحد اللون هنا هو اللي اختاريته. فينا هو؟ انا غنديرهم دابا قدامكم. اختاريت هاد اللون كراميل، باقا ما جربتوش في عيني ومازال ما حليتهمش، مازال ما حليت حتى حاجه. تنجرب ثلاثه اللوينات قدامكم من عند فيفا لوك، كنخلي لكم الانستغرام ديالها وداك الشيء. راه ما شاء الله التوصيل فيما كنتو توصل ليكم، والاسعار في المتناول المناسبه. المهم انا غنوريكم كيفاش كيجيو على العين. المهم شفت بزاف البنات دايرينهم وعجبوني، وقلت علاش لا انا ما نطلبش منهم. مالي اختي انا، مالي انا يا خانتو. هادو العلب ديالهم، راه وقيلا كتجي علبه هنايا وسط الماء. هذا الماء ديالهم هانتو، وقيلا انا ها شو كتجي علبه، راها الثالثه. هادي ثلاثه الالوان، انا ندور لكم دابا باش نلبسهم قدامكم وتشوفهم. المهم كما قلت لكم انا ما كنبغيش الالوان المشعشعه اللي كتباني مرقه من بعيد راكي دايره عدسات ولا دايره شي حاجه. انا دائما كنميل الالوان اللي هاد غادا الطبيعي. انا كان عندي واحد العدسات كنت شاريهم في الامارات، عرفتو على ما زيناتهم، رجعت نقلب عليهم وما لقيتهمش. هذاك اللون نفسه تكوني جالسه سواء بالنهار تخرجي ولا بالليل، حتى واحد ما يعرفك انك دايره عدسات. عرفتو عسليين وفي واحد اللون ديال الخزي، راه مستحيل فوقش ما يعرفوش تصحوا عينيك، حتى ديري بحال اللي قلب لك شي واحد عينك من الداخل عادي يعرفهم ان عدسات. زوين طبيعيين، عرفتو طبيعيين واحد الشكل ما تتصورش. انا من النوع اللي شوفوا انا عيني دابا بحال كنقولوا مبلقين ولا ما عرف شنو، حيت انا النوع اللي درت العدسات كيبان من الطياره. هذوك العدسات لا لصقوا لي على المومو ديال العين وجاوني زوينين، وباغا نرجع ان شاء الله. الا رجعت الامارات نمشي نعاود نقلب عليهم في ديك المحل ونشريهم عسلي بارد. نحتاجهم بعض المرات، نبغي نديرهم كتعرفوني، الا كانت عندي شي حاجه نخرج ندير شي اعلان برا ولا نمشي نقابل شي ناس ولا كتعرفوا نديرهم، ندير شويه ديال هذا. كتعرف الواحد يدور بعض المرات براسو، ماشي ديما ولكن الواحد كيبغي بعض المرات يدور بحاله كما كنقولوا. المهم انا دورت الكاميرا باش نبدا نحل فيهم ونحط هنايا اول وحده، هذه اللي عجبتني اللون الكراميل. المهم هو اللون ديالهم كي داير كما كتشوفوا، ما عندهمش داك الاطار شفافين. انا غنجربهم في عيني. هاد الماء ديالهم اللوحو، حيت هاد الماء صافي غندير ماء جديد دابا. غنجربهم قدامكم مباشره، باقا انا ما عارفاش اللون كيفاش جا، انا شفتهم وعجبوني، باقا ما عارفاش اللون ديالهم كيفاش كيجي.
هانتو التركيب، طريقة التركيب شوفوا هانتو، غتحطوهم بحال هكا، شوف اللون مشعشعش مشعشعش، بارد بارد البنات، كيبان فيه واحد العسلي واحد الخضوء. ما درتهم جربتهم، قلت لكم الضو. شوفوا انتو شوف كي دايرين، عرفتوا شنو؟ ومع ما دايريش انايا ما مقادش حالتي دابا، وراكم كتعرفوا كنتو دايرين شي ماكياج ودايرين الرموش ودايرين الكحول، داكشي عاد ما كيزيدو يبانو. شوف كي دايرين، شوف اللون ديالهم كي داير، شفتوا اللون؟ واعطوني رايكم، والله الا باردين انا عجبوني الصراحه. هاد اللون سميتو كراميل، هذا البنات هاد الماركه فيفا لوك، فيفا لوك. تنخلي لكم كل شيء المعلومات، ونخلي لكم حتى الانستغرام باش تدخلوا اللي بغى شي حاجه مرحبا. شوفوا صراحه عجبوني انا هادو، وقول لي راه كيبانوا بحال طبيعيين، ما كيبانش ما فيهمش داك الخط. هانتو المهم نجرب معاكم اللون الثاني، شوف كيكبروا العين، البؤبؤ ديال العين كيكبروه. ها انت اختي اللي كان عندك شي عرس ولا عندك شي حفله ولا شي حاجه، الناس اللي كيبغيو يديروا شي حاجه سامبل وبارده، انا جبت لكم سامبل شي حاجه زوينه انيقه. نقصي بنيتي، نقصي نقصي، كنهضر مع خواتاتي نوري فيهم داكشي ديال الزين. نقصي دابا غنحل هادو. صراحه هاد جوج ماشي انا اللي اختاريتهم، هما صيفطوهم ليا مع الطلبيه، انا اختاريت غير هاد اللون كراميل. المهم هادو غنكتشفوهم دابا قدامكم، ها هو نحلوه. ما عرفاش انا اللون ديالو كي داير، واش خضر ولا ازرق ولا واقيلا قري، شو قري قري هاد اللون. غنشوفو القري ديالو كي داير. انونا انونا ما كنديرش انا بزاف الكرين، غادي مع العسلي وهاد الالوان اللي دابا حطيت ليكم، لكن نشوف الكري كيفاش يجيني. الكري كيبغي الشعر كحل، واللي حروفو داير حروفو كيما كنقولو حروفو اش كيقول كيما كيقولو ياهم، حروفو شويه كيكونوا عربيه، كيكونوا حجبان كحلين والشعر كحل، داكشي كيبغي العدسات كحل كري. انا مع حروفي وداكشي شهبين، فهمتوا؟ غادي الشيء ديال الشاب ما عاد يقدر يجيني، حتى انا نبقى نداوي عليكم بزاف. توا مين تمينا شو هاد الكري؟ اي حتى هي ما ساهلاش. مين هادي تمين؟ لا تمين تمين تامين بحال الكري بحال الزرق زوينه. اش نقول لكم البنات؟ تامين تامين. اول مره كنجرب هذه الماركه ديال العدسات الصراحه واعرين. كنقول للمغرب المغرب انا ناخذ العدسات من امارات، المغرب ما يكونش فيه يدي، المغرب فيه كل شيء، فيه محسن بحال الكري. المهم هذو العدسات اللي درت دابا فيهم الكري وشويه ديال بحال الزرق بحال الشيبي، وهادشي راه حالتي دايره ما مقاديش راسي ولا داكشي، تكوني مقاده راسك ودايره الماكياج وداكشي كيبان. المهم دابا غندوز اللون الثالث ونحلو معاكم. بصراحه عجبني هاد اللون الكري، زوين طافي، توا ماشي داك اللون الفاقع اللي دا كري وفيه شويه ديال الزرقيه وطافي زوين صراحه. لا هو الاول اللون الاول، شوف هاد اللون كي داير، يلا كنحل فيه. هذا في شويه ديال الخضر، خضر هذا اليوم. ما نسيتو تركبوا العدسات، ما يكونش عندكم الدفره. او شو كاين اللون، عجبوني انا كنبغي بحال هادو اللي ما فيهمش اطار، ما كيكونش فيهم كونتور من الجناب، كيلصقوا في العين كيبان.
يبانوا طبيعيين. انت اختي درت الاخرى انت اللون. انتو كنقرب لكم عيني مزيان باش تشوفوا اللون. شو اللون كثير، اللون راه خضر. المهم هادو هما اللوينات اللي وصلوني من فيفا لوك، شاركتو معاكم كما كتشوفوا. المهم الحبايب، الفيديو ديال اليوم كان خفيف وظريف، عباره على الجمال والبنيسات اللي كيبغيو يديروا بحال العدسات. قلت لكم البنيسات بحال انا جداكم، حتى انا باقا بنيسات، انا باقا صغيره ندير العدسات وداك الشيء. المهم اليوم عباره على الناس اللي كيبغيو مثلا بحالي بحالكم حتى انا، يبغيو يمشيو شي عرس خطوبه، عندكم شي مناسبه تبغي تبدلوا اللوك، عرفتوا العدسات راه كيبدلوا اللوك 100%. ملي كديروهم وكديروا معاهم مثلا الماكياج وكديروا معاهم الرموش داكشي راه كيتبدل الانسان، كتعرفوا العدسه التركيب بدلو. غير انا دابا ما دايره والو، كتعرفوني ناشفه طالعه هكاك، ومع ذلك انا راه باينه في عيني. المهم شاركتو معاكم، وكاع المعلومات اللي كتخص فيفا لوك كنخليها لكم في صندوق الوصف النمره، ونخلي لكم حتى الانستغرام ديالهم. وراه عندهم بزاف ديال الالوان، ماشي غير هاد الالوان، انا درت معاكم دابا غير ثلاثه الالوان. كاين الناس اللي كيبغوا الوان اخرى، دخلوا غير الصفحه ديالهم في الانستغرام ارا ما تختاري. وكما قلت لكم الاسعار في المتناول وهما زوينين صراحه. المهم الحبايب غنجي معكم نهايه الفيديو، نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على القلب كيف العاده، واستنونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه حبايبي.